بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: اتفاق أمريكي روسي على التخلص من كيماو الأسد وتحذير من رد تحت الفصل السابع على أي انتهاك. الجيش الحر يرفض اتفاق كيري لافروف وأوباما يلوح مجددا بالعمل العسكري إذا فشلت الدبلوماسية. الائتلاف السوري يستعد لاختيار رئيس حكومة مؤقتة والأوفر حظا هو الإسلامي المعتدل أحمد طعمي. رحبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والأمم المتحدة باتفاق وزيري الخارجية الأمريكية جون كيري والروسية سيرجي لافروف على آلية التخلص من الترسانة الكيماوية لنظام الأسد. وفيما أمهل كيري دمشق أسبوعا لتقديم لائحة مفصلة بأسلحتها الكيماوية، أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما استعداد بلاده للعمل العسكري ضد سوريا إذا فشلت الدبلوماسية. اتفاق أمريكي روسي على آلية وضع الترسانة الكيماوية لنظام الأسد تحت إشراف دولي تمهيدا لتدميرها، هذا ما تمخض عن اجتماعات جنيف الماراثونية بين وزيري الخارجية الأمريكية جون كيري والروسية سيرجي لافروف اللذين أشادا بالاتفاق الذي توصلا إليه ووصفاه بأنه خطوة أولى في مسار طويل نحو الحل السياسي الشامل للأزمة السورية. كيري وفي مؤتمر صحفي ختامي مع لافروف شدد على ضرورة أن تكون خطة إزالة الكيماوي شفافة وذات مصداقية وخاضعة لمهلة زمنية، ملوحا باللجوء إلى الفصل السابع في حال انتهاك الاتفاق. توافقنا على تدمير كل الأسلحة الكيماوية مع إمكانية نقلها لتدميرها خارج سوريا. يتحتم على دمشق أن تسلم لائحة بأسلحتها الكيماوية خلال أسبوع، كما يجب منح تفويض فوري شامل للمفتشين الدوليين كي يكونوا على الأرض قبل نهاية تشرين الثاني تمهيدا لتدمير كل الأسلحة قبل نهاية العام المقبل. ولكننا توافقنا مع موسكو أن عدم التزام نظام دمشق بالاتفاق سيواجه بإحالة القضية إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أما لافروف فأكد التزام دمشق باتفاق جنيف والعمل على تطبيقه سريعا، مؤكدا أن أي انتهاك سيحال إلى مجلس الأمن ولن يرد عليه باستخدام القوى العسكرية بشكل أحادي، كما دعا المعارضة السورية إلى إبداء النوايا الحسنة والمشاركة في جنيف 2. وعلى وقع اختتام محادثات جنيف، أطل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالته الأسبوعية وأبدى استعداد بلاده للعمل العسكري ضد سوريا إذا فشلت الدبلوماسية. وكان أوباما شدد على أن أي اتفاق يجب أن يكون قابلا للتحقق منه وللتنفيذ بشكل ملزم، وأعلن أنه اتفق مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقب محادثاتهما في البيت الأبيض على أن استخدام الكيماوي في سوريا عمل إجرامي ولابد من رادع دولي لمنع نظام الأسد من استخدامه مجددا. في الجانب الفرنسي، أكد المتحدث باسم الخارجية فيليب لاليو أن انضمام سوريا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية غير كاف، مبديا تصميم بلاده على استصدار قرار من مجلس الأمن يلزم نظام الأسد بتنفيذ وعوده في تسليم ترسانته الكيميائية. أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون فكشف أن تقرير خبراء المنظمة الدولية سيخلص في شكل دامغ إلى استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، مشككا في رغبة النظام السوري بتفكيك ترسانته الكيماوية تحت إشراف دولي. كما اتهم بان بوضوح نظام بشار الأسد بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية، معربا عن اقتناعه بأن المسؤولين سيحاسبون حين ينتهي كل شيء. من جانبه، شدد رئيس مجلس الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف على أنه يستحيل تنفيذ مطلب الجانب الأمريكي بتسليم الأسلحة الكيماوية إلى المراقبين الدوليين في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وأضاف أن واشنطن لم تعد بمفردها قادرة على اتخاذ قرارات سياسية في العالم. وفي أول رد فعل على الاتفاق الأمريكي الروسي في جنيف، رفض رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر اللواء سليم إدريس هذه المبادرة، مؤكدا مواصلة العمل حتى إسقاط بشار الأسد. كما كشف إدريس أن قوات النظام حركت كل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية إلى لبنان والعراق خلال الأيام الماضية. لا ينخدعوا بهذه المبادرة التي ما زلنا نعتبرها أكاذيب لكسب الوقت وذر الرماد في العيون. الوضع الإنساني في سوريا صعب للغاية،
الشعب يعاني من أكثر من عامين ونصف، لدينا أكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ داخل الأراضي السورية وخارجها. اليوم هناك شعور في سوريا أن المجتمع الدولي يهتم بالأسلحة الكيماوية فقط، أما الشعب السوري فلا يعير له أحد انتباه. هذا الموضوع حقيقة يؤسفنا بشكل كبير. من جهة أخرى، يواصل أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاتهم في اسطنبول التي ستتوج اليوم باختيار رئيس حكومة مؤقتة، ويعتقد أن المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب هو الأمين العام لإعلان دمشق الإسلامي المعتدل أحمد طعمي. ستحمل الساعات القليلة المقبلة اسم رئيس الوزراء المؤقت الذي سينتخبه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في ختام اجتماعاته باسطنبول. كل المؤشرات تدل على أن المعارض أحمد طعمة هو الأوفر حظا بعد توافق على اسمه كي يحل في منصب رئيس الوزراء المؤقت. الخطوة التي يراها المراقبون أنها تسير في الاتجاه الصحيح ستصب في صالح الائتلاف بعد أن وضعها بندا أولا في اجتماعه من أجل تعزيز مصداقيته على المستوى الدولي وإبراز قدرته على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، الأمر الذي سيبدد المخاوف من الانزلاق إلى الفوضى بالإضافة إلى ترتيب البيت الداخلي بشكل أفضل. إذن 115 عضوا سيكون نصب عيونهم تحديد اسم رئيس الوزراء المؤقت للحكومة السورية الجديدة، ومع أن سليم إدريس رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر ليس عضوا في الائتلاف، إلا أنه سيكون لاعبا مؤثرا في عملية التصويت من خلال تكتل يضم 15 عضوا. من المتوقع أن يؤيد ترشيح طعمة رئيسا للوزراء، ويرجع التوافق على اسم أحمد طعمة بحسب المصادر إلى الدور الذي سيلعبه في تحسين صورة المعارضة. ويشار إلى أن طعمة هو إسلامي مستقل في 48 من عمره من محافظة دير الزور، سجن مرات عدة أثناء الثورة وبين عامي 2009 و2011، واضطر للفرار خارج البلاد في وقت سابق من هذا العام، كما عمل عن كثب مع شخصيات من المعارضة الليبرالية والإسلامية. تحديات جمة سيواجهها طعمة في حال انتخابه، وسيكون في وضع لا يحسد عليه في ظل تصريحات دولية متواصلة منذ 2.5 السنة دعت إلى محاسبة النظام من دون ترجمة تذكر على الأرض. وللمزيد عن اجتماعات اسطنبول ينضم إلينا عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري كمال اللبواني. سيد كمال، أهلا بك معنا. بداية، ما هو موقف المعارضة من الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الأسلحة الكيماوية؟ هذا الاتفاق لا يعنينا، هو اتفاق بصحة السلاح مع النظام، اتفاق بيننا وبين النظام لوضع سوريا على بضم الاتفاقية نزع الأسلحة. نحن بالنسبة لنا الموضوع مختلف تماما، مقاربته مختلفة تماما. هناك مجرم استعمل السلاح محرم دوليا ضد شعبه، يجب محاسبته. موضوع السلاح موضوع آخر، لا يجب البدء من موضوع السلاح، يجب البدء من القاتل الذي استعمل هذا السلاح. لكن يبدو أن المجتمع الدولي الآن يعني يعتقد بأن المشكلة في سوريا، المجتمع الدولي يعتقد بأن المشكلة في سوريا الآن أصبحت فقط بالسلاح الكيماوي وكيفية التخلص منه. يعني القاتل الأساسي ليس السلاح الكيماوي، هو بشار أسد الذي يقتل بكل صنوف الأسلحة. لن يخلصونا من القاتل، لن يخلصونا من أداة القاتل. كل ما يفعله هو لعب على الوقت وإعطاء فرص للنظام ومهل، وهو نوع من أنواع الرسالة الخاطئة للشعب السوري لكي يفهم الشعب السوري أنه وحيد، وأن المجتمع الدولي لا يتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين ولا تجاه معاقبة المجرمين، مجرمي الحرب. وبالتالي هي رسالة كره وعداء الشعب السوري وليست رسالة رباطة على الإطلاق. المجتمع الدولي فشل ويعادي المجتمع السوري ويدفع الشعب السوري للتطرف والمزيد من التطرف. طيب سيد كمال، من جهة أخرى، كيف هي أجواء اجتماعات اسطنبول والتي ترمي كما هو معروف إلى انتخاب رئيس حكومة مؤقتة؟ إن شاء الله الأمور تجري، الاقتراع الآن يجري، وأعتقد أن الأستاذ أحمد سيحظى على ثقة الهيئة العامة للائتلاف وأمامه مهمة صعبة، لكن ليفهم المجتمع الدولي كله أننا لم نعد نعول على هذا المجتمع، سنعتمد على قدراتنا الذاتية ولن نذهب لا لجنيف ولا لغيرها. مجتمع دولي فاشل ليس فيه حق وليس فيه عدالة، غير معني بالمسألة السورية، يجب أن يستقيلوا من
من عملهم يجب أن يفهموا أننا لن نذهب إلى جنيف، وأي إنسان آخر سيذهب بديلا عن المعارضة السورية سيحاكم. شكرا لك عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري كمال اللبعين. سوريا اليوم مستمرة وفيها بعد الفاصل. الطيران الحربي يغير على حي برزة بدمشق واشتباكات تهز العاصمة. أهلا بكم من جديد. ميدانيا أعلن ناشطون سوريون مقتل أكثر من 30 شخصا اليوم بنيران كتائب الأسد التي أغارت بالطيران الحربي على حي برزة بدمشق وسط اشتباكات ضارية هزت غالبية أحياء العاصمة. مع ابتعاد شبح العملية العسكرية الغربية ضده ولو بشكل مؤقت، يواصل نظام الأسد أعماله الإجرامية ضد شعبه من خلال قصف غالبية المحافظات السورية بشتى أنواع الأسلحة. الطيران الحربي استهدف حي برزة في العاصمة دمشق وسط قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على أحياء مخيم اليرموك وبرزة، فيما أغار الطيران الحربي مستهدفا طريق المتحلق الجنوبي من جهة بلدة عين ترمى بالغوطة الشرقية، بالتزامن مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات دارية ومعظمية الشام وسط اشتباكات عنيفة على الجبهة الشمالية لمدينة معظمية الشام. ريف حمص تعرض بدوره لقصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهون، ولا سيما على مدن الرستن وقلعة الحصن، فيما دكت المدفعية الثقيلة قرية بنان الحصن بريف حلب الجنوبي. في هذه الأثناء قصفت المدفعية الثقيلة بلدات عدوان والشيخ سعد وبساتين محجة في درعا وسط اشتباكات عنيفة على أطراف بلدة عتمان وفي بلدة الشيخ سعد بين الجيش الحر وقوات النظام. وفيما انهمرت القذائف على الأحياء المحررة بمدينة دير الزور التي شهدت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام، تمكن الجيش الحر من تحرير الأبنية التي تمركزت فيها كتائب الأسد على الجبهة الغربية لجبل الأربعين التابع لأريحة في ريف إدلب. الله أكبر. اعتبرت صحيفة الجارديان أن تدمير الأسلحة الكيماوية مهمة معقدة وطويلة، وصحيفة الوطن السعودية تنتقد اختصار الثورة السورية بقضية الكيماوي فيما القتل مستمر. اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مهمة المفتش الدولي للأسلحة الكيميائية هي واحدة من الأكثر خطورة في العالم، فعلى المفتشين البحث عن بعض أكثر المواد السامة التي عرفتها البشرية وتفكيك قنابل مملوءة بغاز الأعصاب القاتل، مشيرة إلى أن مهمة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ستكون معقدة وستستغرق وقتا طويلا. ولفتت الصحيفة إلى أن سوريا تشكل نوعا جديدا من التحدي، فإذا تمكنت الولايات المتحدة وروسيا من التوصل إلى اتفاق بجنيف فإن تطبيق هذا الاتفاق لا يلغي انضمام حكومة بشار الأسد إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وسيكون على المفتشين الدوليين نزع أسلحة الدمار الشامل من بلد في خضم الحرب. صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت إنه ليس واضحا ما إذا كان على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يشكر الكرملين أو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على توقفه في منتصف الطريق قبل السقوط في حفرة سوريا. وبحسب الصحيفة فإن أوباما لم يشأ يوما توريط بلاده في الحرب، لكنه أوقع نفسه في الفخ عندما تعهد العام الماضي بالتحرك إذا تجاوزت سوريا الخطوط الحمر واستخدمت السلاح الكيميائي، وهو يسعى منذ ذلك الحين إلى التملص من تلك الكلمات قائلا إن العالم هو من رسم الخط الأحمر وليس هو. تحت عنوان الثورة السورية تختصر بالكيماوي والقتل مستمر، كتبت صحيفة الوطن السعودية أن الخطة الروسية في تعطيل الضربة العسكرية الأمريكية للنظام السوري يبدو أنها قد نجحت مع منح النظام فرصة لالتقاط الأنفاس وإخفاء أسلحته الكيميائية التي اعترف تحت الضغوط بامتلاكه لها رغم نفيه الدائم سابقا لذلك، مما يقطع الشك باليقين بأنه استخدمها أكثر من مرة ضد شعبه. الصحيفة وفي موقفها اليوم
أضافت أن التطورات خلال الفترة الماضية منذ أعلنت الولايات المتحدة عزمها على توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، ومن ثم التدخل الروسي بالخطة الواهية التي لا تصب في صالح الشعب، أفرغت الثورة السورية من مضمونها الحقيقي واختصرتها في تسليم النظام لأسلحته الكيميائية وعدم استخدامها مجددا، وهذا معناه استمرار عمليات القتل والتدمير. وتابعوا في النشرة بعد الفاصل: حرب مقالات بين بوتين وماكين. أهلا بكم من جديد. التوتر الروسي الأمريكي على خلفية الأزمة السورية تحول إلى حرب مقالات مضادة في الصحف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس الأمريكي جون ماكين. لطالما أرجع الروس دعمهم للنظام السوري بسبب الحرب على الإرهاب والقاعدة والمتطرفين، ليمد قوات الأسد بالجرعات العسكرية غير المحدودة النطاق من أجل القضاء على الثورة الشعبية وبالتالي المحافظة على مصالح موسكو الكبيرة في دمشق. وفي حين لم تتخذ الولايات المتحدة قرارها حتى الآن بشأن الضربة العسكرية للنظام السوري، طفت الخلافات الروسية الأمريكية على السطح ليصبح إعلاميا. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجأ إلى كتابة مقال في نيويورك تايمز تحت عنوان نداء من روسيا من أجل الحذر، ماذا يريد بوتين قوله للأمريكيين عن سوريا؟ ومن خلال المقال يتبين أن رسالة بوتين موجهة إلى الشعب الأمريكي بالدرجة الأولى، ويحذرهم من الآثار السلبية للحرب التي قد تقع، ومهاجما في نفس الوقت المسؤولين الأمريكيين على دعمهم القاعدة في سوريا. لا رد أمريكيا حتى الآن على المقال بمقال، إلا أن السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي دعا إلى ضرب النظام منذ انطلاق الثورة هاجم بوتين عبر وسائل الإعلام، والآن هو يتحضر للرد بمقال عبر عرض من صحيفة برافدا الروسية، والتي سيطرح فيها آراءه القوية والسلبية إزاء بوتين. ولم يقف الرد عند ماكين فقط، فقد أعرب السيناتور الديمقراطي روبرت مينديز وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن اشمئزازه من مقالة بوتين قائلا: كدت أتقيأ. تحاول الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم تعويض الصغار في سوريا عما يفوتهم جراء الحرب، إن بالبرامج التثقيفية الدينية أو بالبرامج الترفيهية. نال هؤلاء الأطفال ما يكفيهم من معاناة وألم وقسوة، وهم الآن يجدون يدا ناعمة رحيمة تعيد لهم البسمة والأمل والتفاؤل، وتمهد لهم من جديد طريقا سويا نحو مستقبل مشرق شوهت حرب النظام عليهم كثيرا من ملامحه. نحن في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في سوريا قمنا بتعليم الأطفال على حفظ القرآن الكريم، وذلك انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذلك من خلال إقامة ألعاب ترفيهية لتعليم الطلاب وجذبهم، وإضافة إلى البرامج الثقافية. وقمنا أيضا نحن الأساتذة بالتدريب على دروس تجويد. لن يكون مصيرهم كما أراد النظام، بل سيجدون من يرعاهم ويقدم لهم العلم والمعرفة المتنوعة سواء أكانت دينية أم دنيوية. ملتقى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم كانت يعني ملتقى جيد جدا، بعثنا الأطفال يعني بالنسبة لأولادنا ولا كذا، والحمد لله نالوا بتفوق يعني كتير كويس كتير، وتحفيظ القرآن كان كثير كثير تمام الحمد لله، وكان يعني الله يجزيهم الخير ويكثر ألف خير ويكثر هالملتقيات كلها تعنهم بسوريا جميعا، والله يفرجها على الجميع يا رب. نشكر الجمعية الخيرية للقرآن الكريم في سوريا على جهودها في ملتقى خيركم الثاني، ونتمنى أن يعاد هذا الملتقى مرات ومرات. يحاولون جعلهم ينسون ما شاهدوه وما سمعوه، ويحاولون جعلهم أطفالا طبيعيين كما هم كل أطفال العالم، لإدراكهم أنهم عدة المستقبل ومادة الحياة. في آخر خبر ورد قبل قليل، كشفت مصادر أمريكية أن هناك 45 موقعا للأسلحة الكيماوية في سوريا وألف طن من الأسلحة. في الختام هذا تذكير بالعناوين: اتفاق أمريكي روسي على التخلص من كيماوي الأسد، وتحذير من رد تحت الفصل السابع على أي انتهاك.
الجيش الحر يرفض اتفاق كيري لافروف، وأوباما يلوح مجددا بالعمل العسكري إذا فشلت الدبلوماسية. الائتلاف السوري يستعد لاختيار رئيس حكومة مؤقتة، والأوفر حظا هو الإسلامي المعتد الأحمد طامي. وفي الختام نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.